يا صباح الأنوار، أهلا أعزائنا مشاهدينا، برحب فيكم باسم الرب يسوع له كل المجد. اليوم في شيء على قلب كتير كتير مهم عاوز أشارككم فيه. زمن الافتقاد. زمن الافتقاد هو فرصة من عند الرب لكل واحد بشاهد هذه الحلقة. الله غير محدود، كان يتواصل ويتفاعل بطرق عديدة. في العهد القديم مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الله غير محدود، بيكلمنا من خلال الخليقة حتى نشكر ونمجد الله، بيكلمنا من خلال الأنبياء، بيكلمنا من خلال الرموز في العهد القديم اللي كانت ترمز ليسوع المسيح، بيكلمنا من خلال النبوات العديدة، وهكذا كل الأمور عم بتوجه الأنظار إلى شخص الرب يسوع المسيح. لكن يسوع المسيح كان على جبل الزيتون وبكى على أورشليم بسبب عصيانها وعدم إيمانها وعدم إثمارها. قال هذه العبارة في لوقا إصحاح 19: لو علمت ما هو لسلامك، ثم يستمر قائلا: لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. أوليس عجبا أحبائي، كل الأنظار كانت تتطلع إلى مجيء المسيح، والمسيح كان موجود بيناتهم وعمل أقوى المعجزات وعلم أجمل التعاليم، ورأوا أمور خارقة جدا، والأهم من هذا شافوا حياة يسوع المسيح الكاملة، يعني معجزة أخلاقية من النقاوة والطهارة والتسامح والمحبة وإنكار الذات. فمع كل هذا كان في رفض ليسوع المسيح، قالوا: لا نريد أن مثل هذا يملك علينا. ثم يقول الرسول يوحنا في الإصحاح الأول: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. المؤمنون الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. يعني ما عادتش الفكرة أنه تقتصر على شعب واحد، الرسالة موجهة لكل الشعوب ولكل الأمم. بكى يسوع على أورشليم، لم تعرف زمن افتقادها، وها هو الآن في أورشليم ومع كل هذا يواجه الرفض. المسيح واجه الرفض من طفولته، واجه الرفض في مدينته في الناصرة، رغم يعني القوات اللي صنعها وعرفوا عنها، لكن لم يؤمنوا به. وها النهاية اقتربت عند الصليب، وعم بيتكلم عن أورشليم: لو علمت ما هو لسلامك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. في فرص، وكل فرصة اليوم هي عطية بركة من عند الرب. المسيح طبعا تنبأ على أورشليم من قبل، قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي، هو ذا يترك لكم بيتكم خرابا. والآن يقول: لأنك لم تعرف زمان افتقادك. وفعلا جاء الرومان، دمر أورشليم، قتلوا مئات الآلاف من اليهود، والبقية أخذوهم حتى يتسلوا فيهم في مسارح الجبابرة بالصراع مع الحيوانات المفترسة. وهكذا أحبائي دمر الهيكل ودمرت أورشليم. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. كتير مرات إحنا منتغاضى، وكتير مرات منضوع الفرص ومنضوع الإمكانيات، والرب يمكن تسمع صدى الصوت: آه
لو علمت ما هو لسلامك، لسلامك، لأنك لم تعرف زمن افتقادك أو افتقادك. كل يوم هو فرصة، فرصة من عمل النعمة الإلهية اللي بتورينا محبة الله الغير محدودة الغير مشروطة تجاه كل واحد منا وفينا. زمن افتقاد. يقول الكتاب توبوا لكي لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج والافتقاد من عند الرب. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن وقت خلاص. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أحبائي، زمن افتقاد. شايفين كل الظروف اللي عم بتصير من حوالينا، ما في أي شيء يوحي للأمان أو الضمان، لكن الأمان هو في يسوع، والضمان هو في شخص يسوع المسيح اللي أخذ زمام المبادرة ومات بديل عنك وكفارة حتى يغطيك من عيوبك ويستر خطاياك، حتى عندما تنظر إليه بالإيمان معبر عن توبة صادقة حقيقية يأتي إلى حياتك. شو رأيك اليوم أنك أنت تشعر أنه فعلا هاي الفرصة من أجلك، وأن هذا الوقت هو زمن افتقاد؟ لا تضوع الفرصة، ولا تجازف بحياتك، ولا تقامر بأبديتك. شارك هذا الفيديو حتى كمان يكون بركة لآخرين. الرب يباركك، بحب أسمع منك.